ندخل نيفو ونحكيو على حاجة متقدمة أكثر، معناها بارابورت ونصبرش. اسمي ليندا تريكي، عمري 16 سنة، تونسية مقيمة في إيطاليا حاليا. جيت لإيطاليا نقرا، ديجا عندي ليسانس في تونس أون مانجمنت، وجيت توني باش نعمل الماستر. الليلة اللي باش من غدوة معناها باش نسافر، سيتي هكا شوية صعيبة معناها خاطر دارنا وخويا وأمي وكذا، دونك حسيتها هكا شوية صعيبة شوية معناها. من بعد كي ركبت في الطيارة تتكل شيء، أول نهار في إيطاليا كان صعيب على الآخر معناها، ما نكذبش عليك، خاطر أنا ريت الجمعة هذيك ما حسيتش بها فيت في دا شنو هاو قضيتها ومن شنو هكا هكا، بعد نلقى روحي سي بون معناها خذيت الطيارة وطلعت بالحق، لو خاطر مشي الوقت عدى فيسع فيسع معناها، الجمعة هذيك ما حسيتش بها، بعد معناتها تعاد العبد مع روحه، فهمت سي بون أنا في إيطاليا سايي. كانت صعيبة شوية الحقيقة معناها، سي فغي انا هوني عندي لا فامي معناها، عندي خالتي وعندي معناتها اون بتيت فامي هوني، كان ما جيوش هو معناها غيرمون لاني حسيت احساس ما اخيب بدير، اما انك تخمم هكا قدام شوية اللي انت باش تقعد بيك باش على داركم على امك على ابوك على صحابك على، دونك سيتي ان بو دور. باش نحكي لك موقف في ضحك شوية وفي الطريف في ضحك عربيتي لا تابع على شنو اللي صار؟ قاعدة قلت لك أنا وخالتي في بلاصة حاسلو في مول، وجاني تليفون باش نخرج نحكي معناها خاطر برشا حس وكل، جاني تليفون تزربت معناها باش نخرج من با، هما فما زوز بيبان، فما باب نتاع كل سورتي اون اورجونس اللي يعمل حس، والباب العادي نتاع الخروج معناها. إبا أنا خرجت من الباب هذاك نتاع المكتوبة هي وش تاع إمرجنسيا، يعني تدخل كي تخرج من غادي يبدا فما أسوندي ولا حاجة، إي تو دان كو هكا تقلبت الدنيا بكل سيستيم ألارم وكل شيء، وأنا قعدت هكا بوش بيه ما يبيع حتى شيء. هذاك أكثر موقف طريف صار لي معناها، ما ضاعتش ولا هذوكم سبع لاباس، أما هذاك أكثر موقف قعد في مخي وكهرب. والله انا الحقيقه ما تاقلمتش، مازلت عندي كل ساعات يهبط عليا الحزن ونحس روحي هكا، خاطر شوف ميليو جديد بلاصه جديده كل شيء جديد معني، اون ديري انسان تولد من جديد وحطيته في بلاصه باش يبدا يكتشف، فهمت كل شيء جديد معناها التاقلم صعيب مع خاطر، وما تنسيش مانيش بحدا، انا من العباد المتعلقه ياسر بامي وخويا وفهمت، دونك اون بو دير نحمد ربي عندي بريسك اون فامي اخرى معناها، ما نحسش برشا كيف برشا عبيد خاطر عندي برشا صحابي جاو يقراوني وبالحق معناها تمرمدو تعبين على الاخر، انا نسمى باغمي العبيد اللي محظوظه شويه معناها، اما باش نتاقلم بلوز او موان ما فهميش هكا التاقلم الكبير، مي سافا لاباس. النظام شفتو معناها اكثر حاجه خاطر انا قريت سيستيم فاكولتي في تونس و مش كيف كيف يعطي، و معناها فما نظام كبير هذي كوتي معناتها دي كور كوتي قرايه كوتي معاملات، خاطر عاملين توا انا نتسمى باغمي لي ستوديون اترانجي معناها مانيش ما تولدتش في ايطاليا وما قريتش في ايطاليا معناها السكوندير نتاعي، عاملين مخصصين كاريمون ان بيرو لي ستوديون اترانجي ان كاو عندك ان بتي بروبليم عندك حاجه تمشي للبيرو هذيك يسمعك وما تخرج من غادي كي ما يلقاولك حل معناها، عكس اللي عشناه في تونس عكس اللي قريته في تونس. ثم حاجة أخرى زيدا ميم لي بروف معناها ميم لي بروفيسور نتاعنا ما همش كل ما فماش ما تحسش روحك ريسبيك تحكي مع بروف، بالعكس تحسو هكا كومبريهنسيف وكل شيء. شوف مانيش نذمة في تونس خاطر أنا راني قريت في تونس ولاباس ونجحت وما عندي حتى مشكلة، ميم بروفيتي معناها نتفكرهم كان بالخير، أما فما هكا نعرفش كوتي نتاع بروفيسيوناليزم موجود هوني مش موجود غادي، نتمنى وكان يبدا موجود في تونس انا بيان داكوغ، سينو
انا ندخل نيفو ونحكيو على حاجة متقدمة اكثر، معناها بارابور تونس برش. والله الحقيقة لي خاطر انت العباد تحكي تقول كلمة لوروب لوروب، مش ماكش تمشي في الشارع تلقى فلوس مطيشة، معناها مش لوجيك. لازمك تتعب على الحاجة هوني، شنو هو الفافور الوحيد اللي انت معناتها عندك الفرص مش انك تخدم، فهمت؟ سواء ان كنت اتيديون والا عبد نورمال، عندك الفرص فما، كيما نقولوا احنا فما نخدم يعني موجودة، يعني تنجم تجي هوني عندك حتى شوية كومبيتونس تنجم تخدم، والا كان عندك صنعة بيان سور هذيك حاجة متفاهمين فيها الناس الكل، خاطر اللي هوني اللي عنده صنعة هوني ما يضيعش، خير حتى من اللي عنده شهادة، انا نشوف هكا، ما نعرفش كل واحد كيفاش يخمم. اما ما فماش هكا الفلوس تلقاها مطيشة، معناها ما فما حتى اسم شي يجي يمدلك فلوس هوني، تتعب على الحاجة تلقاها. الفافور زادا كيف ما قلت لك انه هوني يعطيك حقك، خدمت 4 سوايع تاخو حقك كامل، الخدمة متعبة تاخو حقك كامل، معناش بلاش تحس هكا يعطيك حقك، معناها ما يكلكش حقك. في الماكلة صدقني، خاطر معناها أبار الفامي بيان سور أبار دارنا وكل الماكلة، خاطر أنا جيت هوني تعبت على الآخر بلاد ولا فهمت غوز ما جبت معايا حاجات هكا من الأول، مي ديما قد ما تاكل حاجات تقول هاي بنينة هذا شو، وبعد تحسها معصبة ما فهمتش علاش، تقول في تونس عندنا سحر ولا ما فهمتش. ils sont hyper gentils. انا عندي كيف ما قلت لك بريسك شهر وشويه هوني، ما شفتش حتى اكت نتاع راسيزم كيف ما قاعدين يحكيو، معناها كيف ما قلت لك انا راني نحكي على ما بروبر سيتوياسيون، مانيش من عامه، مش فما عباد زاده يقول لك لا انا ضدها، معناها سي با فغي، مي انا نحكي على روحي جوسكا مينون، ما شفتش حتى فازه هكا مستني ولا معناتها نقصت شويه هكا من احترامي ولا نو دو تو. يسون جونتي، بالهم واسع، يحاولوا يفسروا لك حتى كلمة معناتها تصعب عليك الكونتاكت معاهم، ما تفهمهمش معناتها لغتهم وكل شيء، يحاولوا يفسروا لك، يحاولوا يعطيوك ان هكا كيما نقولوا فرصة باش انك تندمج في الحياة معاهم وكل. فما بعد الاخرين نشوف الانسان راه وين يحط روحه، معناها الانسان مدني بطبعه، دونك وين اذا كان انت باش تتعامل مع العباد باش تخلق هيك الاحترام بيناتكم، دونك هذيك هو اللي باش يكون معناتها العلاقة بينك وبين الناس باش تكون هكاك، سينو انت كان باش تعمل حاجات خايبة، باش تعمل ديزاكت خايبين، تو في لوجيك باش تلقى العكس من العباد، مش باش تحترمك، مش باش تقدرك، مش باش تحبك. اي ابخي تو نطلعو نهبطو نقعدو في بلادهم، مانيش في بلادنا، دونك لازم الانسان يحترم روحو تو سامبلومون، يطبق القانون تاع البلاد اللي هو قاعد يعيش فيها. انا ننصح اي انسان يحب يخرج لبرا سواء كان قرايه خدمه، راو ما تجيش اعطيك توصل وكهو، معني اعطيك جوست تخرج من تونس وتجي تقرا هوني ولا تخدم هوني وكهو، خاطر هوني ما فماش حاجه، هو ما فماش حاجه سهله معناتها اون غرو سودو، مي شنو هو الانسان لازم ديما يسعى باش انه يبني ارضيه، باش انه معناتها يكون عنده على شنو متكي، معناها كيف ما نقولوا بلغتنا، ماكش باش تجي هوني باش تلقى الدنيا روز وما فماش مشاكل و نو دو تو. قبل ما تحط ساقك في الشمام تاع انك باش تخرج تقرا البلا ولا باش تخرج تعيش البلا، اعرف روحك على شنو قادر، خاطر يمكن في بلادك تنجم تكون السيتواسيون مي خير تطلع تهبط تبقى في بلادك، اما هوني لا، لو هوني فما حد حابش يدخلك على البرد، فما حد حابش يوكلك، فما حد باش يعطيك فلوس، دونك لازمك تعمل على روحك، وقبل ما تطلع وقبل ما تخمم اصلا انك تخرج تبدا ديجا عندك حاجه انت متكي عليها وكهو.